أنا الأستاذ الدكتور منعم السعايدة من قسم المناهج والتدريس في كلية العلوم التربوية. برنامج دكتوراه الفلسفة في المناهج والتدريس اللغة الإنجليزية. يعد هذا البرنامج من البرامج المختصة في مجال مناهج تعلم اللغة الإنجليزية ونظريات تدريسها، علما بأن تعلم اللغة الإنجليزية وتعليمها من التوجهات المهمة عالميا نظرا لاتساع استخدام هذه اللغة. يركز هذا البرنامج على تخطيط مناهج تعليم اللغة الإنجليزية وتنفيذها وتقويمها والبحث فيها، كما يتناول نظريات ودراسات ذات علاقة بتعلم اللغة من الناحية النفسية والاجتماعية. يمزج البرنامج في التدريس بين المحاضرات التفاعلية والبحوث والمشروعات والتصميمات التي يقدمها ويناقشها الطلبة. يؤهل البرنامج خريجيه للعمل في المؤسسات ذات العلاقة ببناء مناهج اللغة الإنجليزية وتطويرها، ومؤسسات إعداد المعلمين وتدريبهم وفق أحدث النماذج العالمية. أهلا وسهلا بكم في كلية العلوم التربوية في قسم المناهج والتدريس